مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيرو الهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة هنعمل لكم سقاية بتاعت فراخ، فخليكم معانا خطوة خطوة. حاجات بسيطة خالص موجودة في أي بيت، علبة فاضية زي دي كده، هتجيب جزازة زجاجة بتاعت مية معدنية وزجاجة بيبسي، مسمار بسيط زي ده كده بوردتين، هتجيب استيك زي ده. فخليكم معانا خطوة خطوة. أول حاجة حضرات هنعمل ثقب هنا في السنتر كده بالكاوية أو بالدريل أو زي ما أنت عايز يعني. بالشكل ده اللي شايفينه قدام حضراتكم، بحيث إن المسمار يعدي فيه. بعد كده يا حضرات هنجيب الربل ده وبرده هنعمل فيه ثقب كده هنا، نحاول ايه بالشكل ده كده عشان المسمار. هنعمل ثقب تاني هنا بس كده، ايه عملنا لها ثقبين. هنجيب المقص، أول حاجة هنجيب المسمار ده كده، نحل الصامولة ونشيل وردة كده من الوردات ونركب بالشكل ده في الثقب اللي احنا ايه ثقبناه بالشكل ده. ونقص بالشكل ده، نظبطها يعني. ونركب ايه المسمار بالشكل ده كده كبدية كده، هنقصها كده بالشكل ده ونحاول ندورها بعد ما ثقبناها بالشكل ده. حضرات هنركبها هنا وهنركب الربل عليها بالشكل ده، وهنركب الوردة ونجيب الصامولة ونربط عليها بالمفك كده ربطة جامدة عشان ما تسربش. طبعا هنجيب الزجاجة الفاضية الأول زي دي كده، أي زجاجة، وهنعمل لها ثقب هنا بالشكل كده، وهنعمل ثقب هنا شوية فوق كده، فوق ايه يعني مش كتير عشان واحد ينزل مية وواحد ايه يدخل هواء بالشكل ده.
طبعا بعد ما انتهينا من عملية التخريم بالشكل ده هنجيب سين زي ده، هنعمل لها ايه ماسكة كده عشان ايه نمسكها منها انها طويلة متوقعش، ونلفها بالشكل ده. الأول هندخل السلكة دي هنا عشان نظبط المسافة، وندخل دول ايه نربط بالشكل ده. كده مربطية برضي في السنتر كده عشان تبقى متزنة. ونجيب خيط بالشكل ده. بالشكل ده، وبعدين نظبطهم كده على الزجاجة كده ونديهم لفتين في السنتر. بالشكل ده. ونجيب خيط نربطها في السقف او حاجة عالية فوقيها كده بالشكل ده. على بركة الله هنعبيها مية كده ونجرب قدام مع بعض قدام حضراتكم. على بركة الله هنجرب مع بعض. نربطها بالشكل ده وبعدين ايه نروح قلبين على طول زي ما انتم شايفين كده. طبعا زي ما شايفين يا حضرات قدام حضراتكم، فالعجب عجبوا الفيلم يا ريت يدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.